عايزة تدمجي أكتر من ستايل في بيتك بس خايفة يكونوا ملخبطين أو مش متناسقين؟ أنا سارة من فريق كارمنز، والنهاردة هنتكلم معاكي إزاي تدمجي أكتر من ستايل، وبالتحديد 2 ستايلز. أعمل إيه لو بحب أكتر من ستايل؟ هل لازم بيتي كله يكون نفس ستايل؟ أعرف منين الستايلز اللي هتليق على بعض لو دمجتهم مع بعض؟ هل ينفع أدمج ستايل قديم مع ستايل جديد؟ أسئلة كتير بتجيلنا عن دمج الستايلز المختلف. متقلقيش، الموضوع مش صعب زي ما انتي فاكرة. هنقولك على معادلة بسيطة جدا هتستخدميها بكل سهولة. أول حاجة هتكتبي كل القطع اللي انتي محتاجاها في الغرفة اللي بتصمميها. بعد كده هتختاري الاثنين ستايلز اللي انت عايزة تدمجيهم مع بعض، وهتحددي انهي هيكون الستايل الاساسي وانهي هيكون الستايل المكمل. الخطوة اللي بعد كده، وخلي بالك علشان الجزء ده مهم، لو اخدنا مثال مثلا غرفة المعيشة، دي الحاجات اللي هتحتاجي تشتريها من الستايل المكمل، 1 أو 2 قطعة اثاث زي مثلا كرسي وكل السجاد وكل النجف، و2 أو 3 قطع اكسسوارات. باقي الحاجات او القطع كلها هتشتريها من ستايل الاساسي، زي مثلا الكنب، الستاير، الترابيزات، و1 أو 2 قطعة اكسسوارات. في نقطة مهمة جدا لازم تخلي بالك منها وانت بتختاري الاثنين ستايلز اللي هتدمجيهم مع بعض، يفضل جدا يكون ما بينهم عوامل مشتركة، زي مثلا الألوان اللي بيستخدموها، خطوط الأثاث منحنية ولا مستقيمة، والخامات المستخدمة. وعشان نسهل عليكي أكتر هنقولك إيه هي الستايلز اللي بتليق إن انت تدمجيها مع ستايل الكونتمبراري أو المعاصر. الستايل المعاصر ممكن تدمجيه مع ستايل الاسكندنافي أو ستايل الاندستريال أو ستايل الميد سنتري مودرن. دي أمثلة تانية لستايلز بتليق على بعض: اسكندنافي وميد سنتري مودرن، معاصر وفرنسي حديث، ارت ديكو وميد سنتري مودرن، معاصر واندستريال أو صناعي، معاصر وميد سنتري مودرن. قوليلنا في الكومنتس تحبي تدمجي أنهي 2 ستايلز مع بعض. وما تنسيش أهم قاعدة، إن بيتك يكون بيعكس شخصيتك ومريح بالنسبة لك. تابعينا على إنستغرام.